قال الفنان محمد عادل إن هناك تقاربا في وجهات النظر بالمناقشات، ومعظم ما تم طرحه تمت الموافقة عليه. أعرب الفنان محمد عادل عن أمله في أن تكون هناك توصيات جديدة فيما يخص الفن بشكل عام في السينما والمسرح والتلفزيون. إن إحنا نواظب على إن إحنا نجمع ونتكلم الأول، نطرح مشاكلنا، نشوف آليات تنفيذ جديدة، نغير كل اللي مضايقنا. الميزة إن في تقارب في وجهات النظر، معظم اللي اتقال كل الناس موافقة عليه. نتمنى يبقى في توصيات جيدة توصل للسيادة الرئيس وكل من هو مسؤول ومختص بتغيير هذه اللوائح أو القوانين أو الاهتمام أو التطوير بما يخص الفن بشكل عام والثقافة في المسرح أو في السينما أو في التلفزيون.